محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. صلوا عليه وسلموا تسليما.
يا بقرة يا بقرة من هذا كلك مالي، يا بقرة يا بقرة من هذا كلك مالي. ماذا يعبر عن أولى مختلف متراكم مما إلا
فيك يخرج من بين السلم والترائب. كريم بسط لخلقه بساط قرن والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأعلنه المطالب. ولو رأيت الهدى بكيام على الأكدام وقد جاد بالدموع السواكب. والقوم بين نديم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وعابك من الذنوب إليه هارب، فلا يزلنا في الاستغفار حتى يقف كف النحار ذيول الغياهب. فيعودون وقد فاز بالمطلوب وأدرك الرضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأغرب الحبائب. الله وسلم وبارك عليك يا آدم. كان آدم Oh,
آمن بالدب
الأشجار وخاطبته الأشجار وأن إليك سؤالي نازين النار يا داود زار بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا ينفض ولا ينام ولكن يتغمد على الأعراف المراتب إن غزي يعود ولا يعاتب وإن خزق يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رحمة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر الكواكب حيث ارتفع على الكونين والفصل عن العالمين ووصل إليك بكوسين كنت الأول النديم ومخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلصني بسعادتك من كذبني أدخلهم الجنة برحمتي يا زجوائر العقول وخلاصة إكسير سر الوجود ما ديوك قاصر ولو جاء بمجدي المجهول ووسمك عازز عن حصر ما حويت من خصر الكرم والجود الكون إسارة وأنت المقصود يا أسرف من نال مقام المأمور وجاهد رسول من قبلك لكنهم بالرفعة والأولى لك السجود اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتسب العرش طربه واشتر سراره وازداد الكرسي هيبته ووقاره وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حفله فلما استلمح الطرف باسم رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه يا رسول
جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وهذه أصحابه السالكين على منهجه القيم اجعلنا من خيار أمته واصدرنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشعر الخلائق فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا فسرت بماء التوبة الذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا معناهم ارتضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى نسناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نلبو بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والأرض الموقع علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وظاهر الغرض والخاطئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.